نساء يكسرن الصورة النمطية ويقتحمن عالم بات حكرا على الرجال. اليوم رح نحكي عن قصص النجاح هاي، بس رح نحكي عن الوجه الآخر لهاي القصص. خليكم معنا. احنا اليوم متجهين على سحاب حتى نتعرف أكثر على هدول النساء. تسنيم البر، العمر 27 سنة، التحصيل العلمي مهندسة ميكانيك، المهنة عاطلة عن العمل. نور العلان، العمر 27 سنة، التحصيل العلمي هندسة ميكانيك، المهنة عاطلة عن العمل. داخل كل ست قصص مختلفة عن اللي شفناها على شاشات التلفزيون، بس معقول حاولنا نسمع شو بدهم يحكولنا عن جد؟ بكفينا نجمل ونمنتج الواقع، وخلينا نشوف الصورة من الوجه الآخر. أعتقد أنه لو رجع الزمن ما كنت رح أدرس نفس التخصص اللي درسته، رغم أني لما جيت اخترته يعني مش بس عشان معدلي، بس كنت حباه كتخصص. من لما تخرجت لهلأ ما لقينا شغل. ما كنت متصورة أنه أنا أوصل لهاي المرحلة، أنه أنا ممكن أشتغل بكراج. فصحت لنا فرصة من الجي آي زد أنه نتدرب عاليات ثقيلة، فكثير مبسطت لأنه يمكن بالجامعة ما في شي فيه انك يعني تتعرض تكون في ورشه او في مكان عن جد تشوف فيه الاليات وكذا. فجينا تدربنا هون، كان تدريب نظري وعملي، وتدربنا بكراج. فكان شيء غريب يعني، حتى لما نكون مثلا انه احنا كنا اربع بنات واقفين، يجوا ناس بدهم يصلحوا اليات ويطلعوا يشوفوا بنات واقفين بالكراج. كان غريب انهم ينصدموا انه ايش بيعملوا هون. اكيد الشغل في هذا المجال يعني له ضريبة من جميع النواحي. ممكن برضو نحكي عن الضريبة النفسية اللي يعني بتركها، انه انا اخترت مجال الهندسة الميكانيك او اخترت مجال الآليات الثقيلة. ممكن نحكي عن بيئة العمل، يعني ممكن ما تكون مناسبة او ما تكون موفرة جميع سبل الراحة. ممكن نحكي إلي أنا كأنثى موجودة في هذا المكان، صعب مثلاً إنه إحنا كبنات يعني ممكن مثلاً الشباب لما يتخرجوا من هندسة ميكانيكية ممكن يتوظفوا بكراجات أو ورش، بس إحنا صعب إنه أنا كبنات أجي على ورش. ممكن يعني نوعية الناس اللي ممكن تكون فيها صعب، مش كتير مجال سهل إلنا، وخاصة كمان إنه ما بيستخدموا هون مثلاً بالكراجات برمجيات أو يعني تكنولوجيا أكتر بحيث إنه تسهل علينا. البيئة صعب إنه تكون يمكن فيها بنات، يعني تحس حالك في مكان ما إنه أنت مضطرة تتحولي لشرط. تحس إنه في جزء كتير من أنوثتك لازم تتخلي عنه مقابل أن أنت تنجح في هذا الشغل. فأنت ما بتضمني أنت مع مين راح تكون تشتغلي، مين موجود معك بالشغل. كمان أنا حابة صراحة أنه المجتمع بشكل عام برضو يدعمنا. الناس إذا شافوا صبية اللي بتشتغل في كراج أو مثلا في شركة سيارات، ما يستهجن الموضوع أو يحكي لا أنا مثلا ما بصلح سيارتي عند بنت، أو هي شو بعرفها. الشاب بضل أفهم، بالعكس يمكن الصبية تفهم أكثر من الشاب، يمكن أشطر من الشاب. إذا نظرنا جيدا من حولنا نجد إشارات علينا أن نلتقطها، مجموعة علامات تدل بأن الواقع ليس كما يتخيل البعض، وأن المستقبل يمكن أن يزدهر على أيدي النساء، ولكنهم بحاجة إلى الدعم منا جميعاً.